اهلا بكم مره جديده في بيت للكل، واحنا فعلا في البيت. أيوة. احنا في البيت في التلفزيون المصري. مدام سلمى يعني من مذيعه ناجحه، من اوائل المذيعات، برنامج الناس كلها بتشوفه، الى انه طلب منك تبقي في القياده. هل كل مذيع ناجح يقدر يقود محطه ويقود شباب الى يعني مستقبل جديد؟ لان انت اتنقلتي بالشباب دول الى اعلام مختلف، يعني اكثر شبابيه وكان في روح جديده يعني حتى مش موجوده في التلفزيون المصري. هو انا الحقيقه عمري ما فكرت انه يعني امسك حاجه اداريه، يعني مش يعني عمري وما حبيتش. ولما يعني كلموني على انشاء قناه النيل للمنوعات انا كنت متردده جدا، وقعدت فتره يعني ما بنامش، وحاسه ان انا ايه اللي دخلني في الحكايه دي. وبعدين يعني كان عندي اصدقاء كتير من المجتمع الثقافي وكده، وقعدوا يقولوا لي بالعكس يعني تقدري تعملي ده. وقلت ان انا مش عاوزه الكراسي، يعني احنا النهارده يعني لانه ده بيت الكل ففي البيت غالبا بنبقى قاعدين، بس لو عايزين نعمل اي حاجه نعملها ونرجع. انما انا قلت عاوزه كل الناس تبقى بتتحرك، كل المذيعين والمذيعات في قناه النيل المنوعات كانوا متحركين، كانوا عندهم مهارات مختلفه، فده عمل يعني نقله كده نوعيه وكيفيه في الاعلام، في يعني كان حاجه جديده فعلا يعني. وهم كانوا يعني عندهم الامكانيات دي وقدروا يعملوا ده بكل خفه الدم. النقطه اللي هي عم نحكي فيها بين الاعلام يتحول الكاميرا عشقنا يعني. ايوه. فبصير شوي صعب انه يروح لمكان يكون فيه اداري ويبعد عن الكاميرات. بنفس الوقت في هنالك صوره ايضا فيها مقاربه،